بركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سنة أولى كمبيوتر بعد موقع تعلم محدثكم إبراهيم عبد الحميد. هنبدأ النهاردة في حاجة مهمة جدا وشيقة جدا ومفيدة جدا، وهي الإنترنت. عنوان الفيديو بتاعنا يعني إيه نت، يعني إيه نت أو إنترنت. النت ده عشان نفهم يعني ايه نت لازم نفهم الاول يعني ايه شبكة. الشبكة لو عايزين نمثلها ممكن بس نجيب برنامج الرسام عشان نرسم عليه. ايوه، يعني ايه بقى شبكة؟ دلوقتي انا عندي جهاز كمبيوتر، كويس، اللي هو المربع ده، وجهاز كمان. كل جهاز لوحده، يبقى الاجهزة دي ملهاش دعوة ببعض. طب لو وصلتهم ببعض، يبقى انا كده عملت شبكة. يعني ايه؟ مجموعة اجهزة الكمبيوتر، جهازين او اكتر، جهازين، 3 اجهزة، 4 اجهزة، اي عدد من الاجهزة، بس المهم ما يكونش جهاز لوحده. الاجهزة دي وصلتها ببعض كده، يبقى انا عملت شبكة، خلاص. طب ايه فايدة الشبكة؟ استفدنا ايه برضو؟ يعني احنا عملنا شبكة، طب عملناها ليه اصلا؟ فرضنا ان الجهاز ده مساحته 1 جيجا، طبعا هي مساحة قليلة قوي، بس انا فرضنا ان ده واحد وده واحد وده واحد وده 1 جيجا، خلاص. طب لما انا ابقى قاعد على الجهاز ده دلوقتي وهما شبكة، يبقى انا عندي كام جيجا؟ لا، ما عنديش واحد، عندي 4 جيجا. الواحد ده اللي على جهازي فعليا، انما كمان دولت شبكة، يبقى التلاتة التانيين متاحين ليا. هما مش على جهازي فعلا، بس متاح لي ان الناس اللي قاعدة هنا او هنا او هنا على اي جهاز من التلاتة تشير لي الحاجات اللي عليه، يعني تقول لي ايه، اتفضل الحاجات ديت استخدمها. فده سهل كتير قوي في التعامل. فبقى الموظفين في الشركات بدل ما هم قاعدين على جهاز، بقوا قاعدين على كل اجهزه الشركه. انا وانا قاعد بتصل ب بتاع بالموجود في اي قسم من اقسام الشركه، اقول له ايه، ابعت لي كذا، فهو بيبعته لي في ثانيه. كان زمان لازم انا اروح له واخده منه على اسطوانه، خلاص، فكان الموضوع صعب قوي. انما دلوقتي لما عملنا شبكات سهلنا على الموضوع ده قوي. جات الفكره اتطورت، قالوا طب وليه نعمل شبكه واحده بس، ما نعمل شبكه الشبكات. يعني ايه شبكه الشبكات؟ اللي هي الانترنت، ان احنا نوصل كل اجهزه العالم ببعض، خلاص. فوصلوا بقى كل اجهزه العالم، يعني ديت شبكه صغيره اهي، قام واخدينها وموصلينها بشبكه تانية، والشبكه التانية موصلينها بشبكه تالتة، والتالتة برابعه، لحد ما اجهزه العالم كلها اتوصلت وحصل وجود لما يسمى بالانترنت. فالانترنت هو عباره عن ربط جميع اجهزه العالم مع بعض، بحيث ان يسهل التواصل ما بين جميع سكان الكره الارضيه. طبعا ده اختراع عظيم جدا، ووفر علينا مجهود كبير جدا، ووفر كميه مهوله من المعلومات. لان اي معرفه او اي اختراع او اي اكتشاف او اي معلومه في اي بلد متاح لاي واحد في اي حته ان هو يوصلها، لو كان يعرف طريقها او لو كانت تهمه يقدر يوصلها. فده سهل حاجات كتير قوي. فده معنى كلمه انترنت، ان احنا وصلنا كل اجهزه العالم ببعض. طبعا الموضوع مش بالبساطه دي، لان الموضوع ده قائم عليه شركات ومعمول له نظم ومعمول له بروتوكولات، وبيحميه ناس وبيدافع عنه ناس وبيتهاجم من ناس. فالموضوع متداخل جدا، بس دي ابسط تعريف ليه. فانت لما يبقى عندك نت في البيت او موصل جهازك بالانترنت، يبقى انت كده جزء من العالم، لانك بتقدر تشارك في اي حاجه موجوده على العالم، وتقدر تعبر عن رايك، وتقدر تتكلم، وفي نفس الوقت بتقدر تشوف اراء الاخرين، وتقدر تتكلم معاهم وتتبادل الحوار والمناقشه حوالين اي حاجه. فجهازك بقى جزء من العالم، انما لو هو لوحده من غير من النت، فهو جهازك جهاز منفصل عن العالم، خلاص. يبقى كده فهمنا بشكل مبسط قوي يعني ايه شبكه ويعني ايه نت. مش محتاجين اكتر من الشكل ده عشان نكمل كلامنا. نخش بقى في جزئيه تانية، هي
النت ده شبكة واسعة جدا، تخيل انت اجهزة العالم كلها متواصلة ببعض، وبعدين في اجهزة كتير مش زي الاجهزة بتاعتنا. يعني انت الجهاز بتاعك مثلا لو مساحته 60 جيجا، الهارد بتاعه مساحته 60 جيجا، في اجهزة في العالم وفي شركات زي مثلا شركة يا او زي شركة جوجل او زي شركة مايكروسوفت او زي الشركات اللي لها مواقع على الانترنت، دي مساحتها مهولة. مساحة اجهزة اللي بتستخدمها بتبقى اجهزة اصلا، مش اجهزة بي سي، مش جهاز كمبيوتر شخصي زي بتاعك، لا ده بيبقى اسمه سيرفر، جهاز سيرفر اللي هو بيبقى موجود عليه المواقع. يعني الموقع اللي انت ده بتعمله ده بيبقى موجود على حاجة اسمها سيرفر، جهاز كمبيوتر ما بيتفصلش عنه الكهرباء، بامكانيات عالية جدا، بمساحات تخزين عالية جدا، بيقدر يستقبل ناس كتير قوي في نفس الوقت. يعني بيبقى قاعد عليه ملايين الاشخاص في نفس اللحظه وهو بيستجيب ليهم كلهم، فلازم تبقى امكانياته عاليه قوي. فالموضوع اكتر تعقيدا من الصوره اللي انا بسطها لكم دي، بس لازم نعرف ان في جهاز كمبيوتر عادي اللي هو البي سي اللي حضرتك بتقعد عليه، او اللابتوب اللي حضرتك بتقعد عليه برضك او بتاخده وتتنقل بيه، وفي نفس الوقت في جهاز كمبيوتر اضخم بكتير موجود في الشركات وموجود في الحاجات المتعلقه بالانترنت، اسمه سيرفر، جهاز كمبيوتر اضخم بامكانيات اكبر بتعامل اوسع. ده مفهوم مبسط جدا عن شبكه الانترنت. فلما لقوا ان الانترنت بهذه الضخامه بقى الموضوع يعني صعب قوي، او اول ما الشبكه ظهرت وبدات تتوسع في التسعينات بقى الموضوع صعب قوي، ان انت كل ما تعوز حاجه لازم تكون عارف اسمها ومكانها. طب انت هتحفظ ايه ولا ايه؟ غير كده افرض الحاجه انت مش عارف مكانها ومحتاجها قوي، هتوصلها ازاي؟ ففكروا في فكره عظيمه جدا اسمها السيرش انجن. سيرش انجن يعني محرك البحث، يعني ان انا ادور على النت. ماشي، اشهر محرك بحث في العالم، محرك بحث عظيم جدا اسمه جوجل، عملوا 2 من طلبه الدكتوراه في امريكا في سنه 97، والمحرك ده يعني بيحوز اعجاب العالم كله، من اعظم الحاجات اللي اتعمل يمكن في تاريخ الانسانيه كلها محرك البحث ده، انه سهل على الناس التواصل بشكل كبير جدا مع المعلومات والمعارف. فدلوقتي انا لو فتحت النت، فتحته عادي الصفحه about blank ديت، انا صفحه بيضه ما فيهاش حاجه، فانا دلوقتي عايز اخش على النت، عايز اخش على جوجل، اقوم جاي هنا، ده اسمه الادرس بار، اقوم جاي هنا في الادرس بار ومحاول اللغه الانجليش وكاتب www.google.com واضغط انتر او اضغط على جو، كده هيجيب لي محرك البحث المسمى بجوجل. جوجل ده بيقول دلوقتي ان انا، جوجل بيقول عن نفسه ان انا في قاعدة البيانات بتاعتي، يعني ضمن معارفي وضمن معلوماتي والحاجات اللي موجودة عندي في قوائم اللي هي قواعد البيانات، يعني انا عندي 8 بليون بيج، يعني 8 مليار صفحة هو معرفهم على قواعد البيانات بتاعتي. فده رقم فلكي اصلا، لا تتخيلوا حجم المعلومات اللي بيحويها هذا العدد المهول من الصفحات، زائد ان هو بيتسارع وبيتقدم بشكل مهول جدا، زائد ان هم بيطوروا في ادواته. يعني الهدف الناس اللي عاملاه، لما تسمع هم بيتكلموا ازاي، يقول لك احنا هدفنا في يوم من الايام ان انت تبقى بتكلم جوجل وبتساله زي ما انت بتسال اي شخص تاني، يعني زي ما انت بتسال شخص عارف وانت ما انتش عارف. فجوجل بالنسبه لك هيبقى مصدر الاسئله او مصدر اجابات عن اسئلتك كلها، ده هدفهم وده هدف قوي جدا، يعني هم بيسعوا له، هم ناس مبتكره جدا وناس فعاله للغايه. فجبنا جوجل كده، طب انا كل ما اقعد افتح الجهاز هقوم جايب جوجل بنفس الطريقه؟ لا، اريح دماغي، اقول ايه من ممكن ان انا اضغط هنا اجعل جوجل صفحتك صفحتي الرئيسيه، اضغط هنا كده فجوجل هيبقى الصفحه الرئيسيه، بمعنى الصفحه اللي انا اول ما افتح الانترنت اكسبلورر، طبعا عارفين اللي هو علامه الاي دي، علامه الاي دي اضغط عليها ضغطتين، ايوه، يبقى جوجل مفتوح على طول. ممكن اقول له هنا يس، يبقى كده جوجل اول ما افتح النت هلاقي جوجل في وشي، اول ما افتح الانترنت اكسبلورر هلاقي جوجل في وشي. ده حل. في حل تاني، بدل ما اضغط من هنا اقول له تولز انترنت اوبشنز، طبعا هنبقى نشرح الانترنت اوبشنز ديت كلها بس في فيديو اخر، وبعدين اقول له يوز كارنت، يعني الموقع اللي انا فاتحه حالا هو اللي خليه، طبعا انا ممكن اخلي حاجه تانية غير جوجل الصفحه الرئيسيه بتاعتي، اي حاجه في الدنيا اقوم فاتح الصفحه بتاعتها، وبعدين اجي هنا واقول له يوز كارنت. الكارنت دي يعني الصفحه الحاليه، يعني استخدم الصفحه الحاليه خليها هوم بيج بالنسبة لي، او خليها صفحة رئيسية، فاقول له ابلاي. اظن كده فهمني يعني ايه صفحة رئيسية، يعني الصفحة اللي انا اول ما بفتح النت بلاقيها في وشي. اوكي، كده بقى جوجل، وممكن اضغط على هنا كمان
كده بقى جوجل صفحة رئيسية بالنسبة لي. خلاص، يعني لو رحت اي حتة في النت وبعدين عايز ارجع لجوجل، اضغط على مفتاح الهوم ده، عايز ارجع لجوجل في اي لحظة بضغط على مفتاح الهوم بيجيب لي جوجل على طول، لان جوجل بالنسبة لي هو الصفحة الرئيسية. فكده خدنا يعني ايه شبكة، خدنا يعني ايه نت، خدنا يعني ايه جوجل. جوجل محرك بحث، يعني الراجل اللي بيبحث في النت كله عشان يجيب لي الحاجة اللي انا عايزها. طب انا عايز اعمل عملية بحث، هنقول بعض عمليات البحث المهمة. يعني مثلا انت دلوقتي اول ما تعرف على الانترنت فعايز تقرأ عنه، عايز تعرف، هتكتب الانترنت على جوجل وبعدين تضغط على بحث. فهيجيب لك مثلا انترنت ويكيبيديا، يعني شبكة الويكيبيديا دي موسوعة حرة بتحاول انها تجمع معارف البشرية كلها. فلو ضغطنا على كليك يمين وبعدين اوبن ان نيو ويندو، بحيث ان الصفحة دي ان نيو ويندو، يعني سيب الصفحة دي الاصلية زي ما هي وافتح لي صفحة جديدة. فاخش هنا على الويكيبيديا، الاقي بقى كاتب لي عن الانترنت حكايات كتير قوي، معرف لي، عامل لي بحث كامل عن الانترنت. اعود اقرا يعني انترنت مجموعه متصله من شبكات الحاسوب التي تضم الحواسيب المرتبطه حول العالم والتي تقوم بتبادل المعلومات فيما بينها بواسطه تبديل الحزم باتباع بروتوكولات الانترنت الموجود، بروتوكول الانترنت الموجود اي بي. فاقعد اقرا يعني انترنت. طبعا في كلام كتير مش هتلاقيه مفهوم، بس اكيد هتستفيد واكيد هتتعلم لو قريت الكلام ده. خلاص، نقفل بقى الويكيبيديا دي حاجه. طب في حاجه كمان، لو انا عايز ارجع باك هنا، بلاقي قدامي في البحث هنا في ثلاث حاجات. بحث في الويب، يعني ابحث في الويب اللي هو النت كله. الويب مش هو النت، الانترنت ديت حاجه كبيره قوي، من ضمن خدماتها الويب، ومن ضمن خدماتها الايميل اللي احنا بندور عليه ده كله ويب، اللي هو لما باجي اكتب اسم اي موقع بكتب دبليو دبليو دبليو. في مواقع او في حاجات ما بكتبش فيها دبليو دبليو دبليو، يبقى دي حاجات مش ويب. فالويب يعني جزء كبير جدا من النت ويب، بس الويب مش هو النت، الويب جزء من النت. خلاص، فانا لو عايز ابحث في الويب كله، في الشبكه كلها على بعضها، بعلم هنا. لو عايز ابحث في صفحات العربي بس، بعلم في الثانيه. لو عايز ابحث في صفحات مصر بس، بعلم في الثالثه. خلاص، طبعا انا دايما ببحث في الويب بحيث يجيب لي صفحات عربيه، صفحات انجليزيه، صفحات مصريه، وانا اختار اللي انا عايزه بقى. خلاص. طب في حاجه كمان، في حاجه جنبها هنا البحث اللي هو البحث العادي بتاعي، في ضربه حظ. ضربه حظ ديت لو ضغطنا هنا كده البحث، هتلاقي يفتح لي اول نتيجه، هتلاقي ايه، انترنت، الانترنت في موقع الويكيبيديا، وبعدين الكمبيوتر والانترنت، وبعدين دي العناوين. خلاص، طب لو رجعنا تاني بقى وضغطنا على ضربه حظ، دي اول نتيجه. خلاص، ضربة حظ بيفتح لي اول نتيجة الانترنت. ضربة حظ ده بيفتح لي اول نتيجة من غير ما يعدي لي على الصفحة بتاعت النتائج. يعني احنا فتح لنا الصفحة بتاعت النتائج وقال لي اختار النتيجة اللي انت عايزها، لا، ضربة حظ ده بيخلينا نط على طول اخد اول نتيجة من غير ما اعرف هي ايه اصلا. خلاص، تمام. لو انا بدور على معلومات او بدور على معارف، غالبا بتطلع اول نتيجة هي يعني مثلا لو انا بدور على جريده المصري اليوم، اول نتيجه في جوجل بتبقى جريده المصري اليوم. لو انا بدور على الانترنت، اول نتيجه في جوجل بتبقى الانترنت على الويكيبيديا. لو انا بدور عن الفيزياء، اول نتيجه في جوجل بتبقى غالبا يعني موقع او صفحه بتاعه الفيزياء على الويكيبيديا اللي هي الموسوعه الحره، عشان هم عارفين ان غالب استخدام السيرج انجن او محركات البحث دي عشان اعرف حاجات انا ما اعرفهاش. خلاص، دي حاجه. في حاجة مهمة بقى كمان اسمها البحث المتقدم. من هنا اضغط على البحث المتقدم ده، لا بخط صغير كده على الشمال، هيفتح لي صفحة. طبعا مش هقول انا كل الحاجات اللي موجودة في البحث المتقدم، مش هقول كل الحاجات اللي موجودة في الانترنت، ما ينفعش تقراها كلها في مرة واحدة اصلا. لو فتحنا صفحة النت تانية قصدي، بس فينا هنلاقي فوق نصائح للبحث، مديك شويه نصائح انك تبحث ازاي عشان لو انت عايز توصل لادق نتائج للبحث. لو بحثت انا عن كلمه مثلا الانترنت برضو، او بلاش الانترنت، الكمبيوتر، هيخرج لي كام نتيجه؟ هيخرج لي 10 نتائج. ادي نتيجه
كل واحدة زرقاء دي طبعا نتيجة، ادي 1 2 3 4 5 هيخرج لي 10 نتائج، ديت الوضع الافتراضي لجوجل ان هو بيخرج لي 10 نتائج. لو انا عايز اغير عدد النتائج دولت اخليهم مثلا 20 في قلب الصفحة، 30 في قلب الصفحة، 50 في قلب الصفحة، يبقى 50 نتيجة ورا بعض بحيث الاقي انا عايزه مع بعض، 100 في قلب الصفحة زي ما انا عايز خلاص. بس الوضع الافتراضي اللي احنا شغالين عليه كلنا هو ال 10 نتائج خلاص. تاني حاجة، لو انا عايز اعمل بحث متقدم بقى، هلاقي اول خانة موجود فيها تحتوي جميع هذه الكلمات، يعني الصفحة او الحاجة اللي انا بدور عليها لازم يكون فيها جميع هذه الكلمات تمام. بس مش شرط الكلمات دي تبقى ورا بعض، يعني هنا في اول خانة بتحتوي مثلا انا اكتب احمد ومحمد ومحمود، يبقى انا ممكن مش شرط بقى هنا الاقي شخص اسمه احمد محمد محمود، لا ده انا هلاقي واحد اسمه احمد وواحد اسمه محمد وواحد اسمه محمود، ما لهمش علاقه ببعض هنا، المهم ان التلات كلمات يكونوا موجودين خلاص تمام. الحاله التانيه بقى، لو انا خدت ديت كوبي وحطيتها تحت في تحتوي على هذه الجمله، يعني لازم الاقي شخص اسمه احمد محمد محمود، يعني كلمه احمد لازقه في محمد لازقه في محمود خلاص، لو انا بعمل سيرش من هنا خلاص. طب ثالث شخص تحتوي اي ثالث حاجه، تحتوي اي من هذه الكلمات، يعني احمد بس كفايه او محمد بس او محمود بس، يبقى اول واحده اللي هي جميع تحتوي عليهم كلهم بس مش شرط يبقوا ورا بعض، هذه الجمله تحتوي عليهم كلهم بس لازم يبقوا ورا بعض. ثالث حاجه اي من هذه الكلمات تحتوي عليهم، مش شرط تحتوي عليهم كلهم، تحتوي على اي حاجه فيهم. طب لا تحتوي على هذه الكلمات، من ممكن ان انا عايز ادور على حاجه اسمها احمد محمد محمود في اي واحده من دولت خلاص. طبعا انا ممكن على فكره املى الاربع خانات مع بعض، يعني ابقى عايز احمد محمد محمود يبقى في الصفحه، في نفس الوقت عايز مثلا هاني في في في, في هاني محمد كمان، يعني انا عايز ادور على صفحه فيها احمد ومحمد ومحمود لكن فيها واحد اسمه هاني محمد وفيها واحد اسمه مثلا ابراهيم كمان، يبقى انا ممكن املى قصدي التلات خانات دوت مع بعض او الاربع خانات كمان مع بعض. لا تحتوي على هذه الكلمات ما يكونش فيها مثلا واحد اسمه يوسف خالص، يبقى ما يكونش فيها يوسف ده نهائي. لا تحتوي على هذه الكلمات، يعني يوسف بالنسبه لي اي صفحه فيها يوسف استبعدها خلاص. يبقى فهمنا الاربع حاجات. الحاجه الاولانيه هي جميع هذه الكلمات، يعني دور لي بحيث انك تلاقي الكلمات دي متفرقه متجمعه مش مشكله، هذه الجمله لازم ان يكون هذه الكلمات ورا بعضها ايا من هذه الكلمات، يعني لو لقيت كلمه ماشي، اتنين ماشي، ثلاثه ماشي، لا تحتوي هذه الكلمات. لو لقيت صفحه فيها الكلمه دي استبعد هذه الصفحه خلاص. بعد كده اللغه، هلاقي قدامي لغات كتير جدا، بختار اللغه اللي انا عايز اكتب بيها خلاص. هلاقي فوق اهو الانجليزيه مثلا هنا، ولو نزلت شويه هلاقي العربيه العبريه والعربيه اهي خلاص، بختار اللغه اللي انا عايزها تمام. المنطقه اللي انا عايز ادور فيها، عايز ادور على منطقه ايه، اي دوله في العالم، يعني الدوله اللي هي الكلام ده او البحث ده تبعها خلاص. بنقي الدوله اللي انا عايزها، اي دوله مثلا عندي الامارات العربيه المتحده والبوسنه والهرسك والبحرين والبرازيل والبرتغال، اي دوله خلاص. نوع الملف، من الممكن ان انا ادور على ملف له نوع معين، انا مثلا عايز ادور على كتاب، الكتاب بيبقى غالبا امتداده بي دي اف، كتب المنشورة على النت اللي هي كتب بتبقى امتدادها بي دي اف، فانا لو انا عايز ادور على كتاب فيه الكلام ده يبقى انا ادور على بي دي اف خلاص. لو انا عايز ادور على ملف اكسل مايكروسوفت اكسل هيبقى اكس ال اس، لو انا عايز ادور على باوربوينت هيبقى بي بي تي، لو انا عايز ادور على صفحات وورد هيبقى دوك اللي هو مايكروسوفت وورد، لو انا عايز ادور على فلاش اللي هي الاس دبليو اف خلاص. يبقى انا بشوف ايه، بدور على نوع معين من الامتدادات خلاص. وهنا في خيار تاني ان انا اقول له لا تبحث في هذا النوع، يعني مثلا انا عايز ادور على طلع لي كل النتائج بس ما تطلعليش فلاشات لاني ما بحبش الفلاشات، فاقول له هنا لا تبحث، يعني الفلاشات لا ما تحطهاش في دماغك. في اي وقت عايز اشوف خلال 24 ساعه اللي فاتوا ولا خلال الاسبوع الماضي ولا خلال الشهر الماضي ولا السنه الماضيه، طبعا خلال 24 ساعه اللي فاتوا يبقى انا عايز صفحه جديده لانج، لسه صفحه محطوطه على النت لان انا معمول خلال 24 ساعه، خلال الاسبوع الماضي يبقى ايه لسه معموله الاسبوع اللي فات، خلال الشهر الماضي يبقى لسه معموله خلال الشهر اللي فات، خلال السنه الماضيه يبقى لسه معموله في السنه اللي فاتت. طبعا لو سبتها له مفتوحه يبقى هو هيجيب لك النت ايه بكل الصفحات اللي موجوده عليه في اي تاريخ.
طب في حاجة تانية، الصفحة بتتكون من عدة أجزاء، أدور في أي مكان في الصفحة ولا أدور في عنوان الصفحة اللي هو اسمها، ولا سيبني من العنوان وأدور في المحتويات أنت اللي بتختاره، ولا أدور في اليو ار ال؟ إيه اليو ار ال اللي بقى؟ ده أهو، ده اللي أنا بحطه في الأدريس بار ده اسمه اليو ار ال، بس هو ده اليو ار ال. يبقى ده عنوان الموقع دايما اسمه يو ار ال. طبعا يو ار ال ده اساسا بيتكون من الاتش تي تي بي وبعدين الكولوم وبعدين دبل سلاش ودبليو دبليو دبليو دوت جوجل دوت كوم، بدل جوجل بحط اي حاجه تانية ياهو دوت كوم، وبدل كوم ممكن احط اي حاجه تانية دوت نت دوت جوف دوت اي حاجه. خلاص من الحاجات اللي موجوده طبعا واللي هنتعرض لها بس ايه قدام شويه، بس ده تعريف عام بالنت. خلاص في حاجه كمان اسمها هنا البحث الامن، عدم التصفية والتصفية. يعني في بحث بيبقى مثلا انت عايز تتجنب مواقع الامار او المواقع الاباحية او المواقع الغير مرغوب فيها او المواقع المتفيرسة، وفي ناس مش عايز تتجنب الكلام ده، فتقول له عدم التصفية يعني ما تتجنبش، انما التصفية يعني نقي للبحث من كل الحاجات المشبوهة. خلاص، وانما عدم التصفية يعني ما تنقيهوش سيبه لي زي ما هو. خلاص في حاجه كمان هنا، لو انا عارف صفحه نت، يعني الصفحه دي مثلا دورت على الصفحه ديت فخدت اللينك بتاعها، اليو ار ال ده اسمه لينك برضك بنسميه لينك، خدت اللينك بتاع الصفحه دي وعايز اشوف صفحات شبهها على النت، انا مش عايز ادور على موضوع معين، لكن انا عايز اشوف صفحه شبه الصفحه اللي انا بحبها، فباخد اللينك او العنوان بتاع الصفحه ديت واحطه هنا كوبي عنوان الصفحه اللي انا بحبها. فرضنا انا مثلا بحب الصفحه دي، اقوم واخد العنوان بتاعها وكوبي من هنا واقوم جاي فاتح ديت واقوم حاطط هنا صفحه شبهها. خلاص، طب لو انا عايز احط اللينك ده هنا في الارتباط، هيدور لي على الاماكن اللي محطوط فيها اللينك ده. يعني مثلا ايه، نرجع للرسام، دلوقتي انا عندي ده اللينك، حلو، دي صفحة على النت في الموقع الفلاني واخدها، والموقع ده كمان واخد، والموقع ده كمان واخد، والموقع ده كمان واخد، تمام. يبقى ده اللينك وديت صفحات مرتبطة بيه، في هنا صفحة وهنا صفحة وهنا صفحة وهنا صفحة، كده كلنا متربطين ببعض. خلاص، فانا عجبني اللينك ده اهو، فعايز اشوف ايه الصفحات المتربطة معاه فبحطها هنا. يبقى ده الارتباط، بيدور لي على الصفحات اللي هي المتربطة معاه اللي هي واخدة العنوان بتاعه او اسمه وحطها في قلب ايه، في قلب الصفحه دي. يعني معنى العلاقه اللي انا عاملها دي ان ده مثلا اسمه واحد، فواحد ده موجود هنا في قلب دي، وموجود هنا وموجود هنا وموجود هنا. خلاص، انما الصفحات المشابهه يعني الصفحات اللي بتحتوي حاجات زيها، يعني مثلا دي صفحه اسلاميات، الصفحات الاسلاميات المشابهه، يعني مثلا جايب مثلا مع موقع اسلام واي صفحه الشيخ العصري، فهو يدور لي على صفحات اللي شبه الصفحات دي، فادور على صفحات القران الكريم او ادور على صفحات المتعلقه بالشيخ الحصري. خلاص، او ادور لي في المواقع الاسلاميه حاجات زي كده. خلاص، يبقى احنا كده فهمنا حاجه مهمه جدا جدا، هي البحث المتقدم. بعد البحث المتقدم لو عايزين نرجع لجوجل بقى، جوجل الاصلي اضغط على علامه الهوم، خيارات، خيارات ديت ان انا بظبط الصفحه، يعني جوجل ده بتاعي، جوجل اللي على الصفحه بتاعي، جوجل اللي ظاهر قدامي ده بتاعي، يعني كل واحد في العالم، كل دوله ليها جوجل بتاعها، في نفس الوقت كل واحد قاعد على النت انت بتظبط جوجل ده بحيث ان هو يبقى مناسب ليك. يعني انت ده هتقول له اعرض نصائح ورسائل جوجل باللغه العربيه، يعني انت عايز جوجل يتكلم معاك ايه، عربي، لا ممكن تغير اللغه. خلاص، يبقى هي هتغير عندك بس مش هتغير عند باقي العالم، هتغير عندك انت بس، او مش هتغير في مصر، لان جوجل ده دي الاعدادات او الخيارات دي متعلقه بك انت. خلاص، ابحث في صفحات مكتوبه باي لغه ولا تفضل لغه معينه. خلاص، طبعا ده مستحسن او ريكومندد، يعني مفضل. ليه؟ لانك لما تدور في اي لغه ممكن انك تدخلك من موقع مكتوب بالانجليزي لحاجه مكتوبه بالعربي لحاجه لفيديو، يعني ايه، بتبقى مساحه او القماشه اللي انت شغال عليها اكبر. انما لو دورت على لغه معينه جوجل هيحدد لك النتائج قوي وهيحذف بعض النتائج اللي قد تكون انت محتاجها. الامان اللي احنا قلنا عليه، استخدام التصفيه المتشدده، يعني فلتروا بجد، اللي هي صنف الفلتر كله من النصوص والصور الصريحه الاباحيه، يعني اي حاجه اباحيه انسفها ما تجيبها ليش خالص.
الفلترة المعتدلة اللي هو ايه يعني نص نص، نص نص، ما تبقاش متشدد قوي، لكن الحاجات الجامدة احذفها، انما الحاجات العادية او المعتادة او المألوفة بالنسبة لجوجل طبعا، ايه اللي محدد، مين اللي محدد ايه الوحش وايه المتوسط وايه الحلو، ده جوجل والقواعد اللي هم حاطينها. عدم التصفية نهائيا يعني سيب لي كل حاجة زي ما هي وانا اخش على اللي انا عايزه واسيب اللي انا مش عايزه. عدد النتائج زي ما قلنا ممكن نخليه في الصفحة الواحدة ممكن 10 20 30 40 نتيجة زي ما احنا عارفين. نافذة النتائج ممكن وانا ببحث على جوجل مثلا هنا اي علامة لجوجل بضغط عليها بتفتح لي الموقع بتاعه، الموقع الاصلي اللي هو ده خلاص. انا بحثت عن الانترنت، خلاص دلوقتي هو في نقل بنفس الصفحة اللي انا بحثت فيها فتح لي صفحة جديدة، يعني في نفس النافذة فتح لي صفحة جديدة. هنا بقى عايز يعمل حاجة جديدة، بيقول لي اظهار نتائج البحث في نافذة جديدة، يعني انت نيك فاتح جوجل الاصلي. شوف لو عملنا هنا كده اهو، اقول له حفظ تفضيلات، اقول له اوكي، هيفتح لي جوجل. شوف ايه اللي هيحصل، هبحث بقى عن الانترنت. خلي بالك ايه اللي هيحصل، قلت له بحث، اهو فتح لي النتيجة بدل ما هو دلوقتي جوجل مفتوح قدامي اهو خلاص. فبدل ما ضغطت، بدل ما كنت بضغط على دي بيقفل الصفحة ديت، يعني لو ضغط، لو جينا هنا وضغطنا هنا كان الاول ما بيفتح لي زي ما حضرتك شايف هنا، ساب الصفحة بتاعة جوجل ودخلني على الويكيبيديا، انما هنا ساب لي الصفحة بتاعة جوجل مقفولة مفتوحة زي ما هي ودخل لي على الويكيبيديا في صفحة جديدة خالص، بحيث ان الاصل يبقى عندي، انما هنا ساب الاصل ودخل على الفرع الجديد. ماشي، نرجع لجوجل الاصلي. نخش على خيارات، اقتراحات لاستفسار البحث، تقديم اقتراحات، يعني وانا بدور يقدم لي اقتراحات ولا لا، هنشوف اهو. تقديم اقتراحات وعدم تقديم اقتراحات، بيقول لي اقدم لك اقتراحات ولا لا، فالاولانيه يعني اقدم لي، هنشوف شكل الاقتراحات دي ايه. وانا بكتب هيقول لي انت عايز كذا، هيديني 10 خيارات كده يقول لي اختار، هو انت عايز بتدور على كذا، يعني انا لو كتبت ال اهو هيقول انت عايز تدور على الالعاب ولا العاب بنات ولا الاهرام ولا مصر اليوم ولا الحان ولا الجزيره ولا خلاص. يبقى دي اسمها اقتراحات، ان هو انا بكتب هو بيقول لي ايه، دور انت بتدور على كذا، يعني لو كتبت قال انتر، ده انا اخترت قال انتر، شوف اه الانترنت ولا الانترنت الرقميه ولا الانترنت الفضائي ولا الانتربول ولا الانترفيرون ولا الانتريهات ولا الانتريهات ولا الانترنت سلاح ذو حدين. عايز تدور على الكلام ده ولا يعني ايه، لو كملت بحث هيجيب لك حاجه جديده خلاص. يبقى ده اسمه اقتراحات، ان هو بيديني اقتراحات. ممكن الغي موضوع الاقتراحات ده لانه رخم بالنسبه لبعض الناس خلاص. تمام، بعد كده اخش على ادوات اللغه. ادوات اللغه بقى ان انا اظبط اللغه، بمعنى جوجل ذكي جدا فعارف ان انا بتكلم عربي، لكن احيانا ببقى محتاج ابحث عن حاجه بالانجليزي ومش عارف معناها بالانجليزي ايه، فهو هنا بيقول لي اكتب الحاجه هنا بالعربي، البحث عن اكتبها هنا بالعربي اللي هي لغتي تمام، لكن ابحث عنها في صفحات مكتوبه بالانجليزي. طب ازاي الحكايه دي هتتم؟ هو انا هكتب مثلا العمل، حلو، هو هيترجم كلمه العربي من كلمه العمل من اللغه العربيه للغه الانجليزيه، وبعدين هياخدها من الانجليزي بقى يبحث عليها كانك بحثت عليها بالانجليزي، بس انا مش عارف معناها بالعربي، فاقول له ايه، ترجمه وبحث. شوف بقى، يبقى هو دلوقتي هيعمل حاجتين في حاجه واحده،
الحاجه الاولانيه اللي هو هيترجم كلمه العمل اهي، اللي هي ام هو ترجمها اكشن خلاص. فهو دي دلوقتي عمل ايه؟ ترجم كلمه العمل من عربي لعمل الترجمه لحد لكلمه اكشن، ودور على اكشن في صفحات الانجليزي خلاص، ومطلع لي صفحات بالعربي هو مترجمها برضو، يعني دي صفحات انجليزيه اصلا، يعني الصفحه الانجليزيه الاصليه اهي. جوجل بقى ترجمها هنا خلاص، لو دخلت عليها لاقي ترجمه جوجل، بس ترجمه جوجل يعني مستواها مش عالي لحد دلوقتي، يعني ما وصلوش لترجمه راقيه لحد دلوقتي، او ترجمه المستوى النقدي الترجمه. يبقى هو بياخد الحاجه اللي بالانجليزي دلوقتي يحولها العربي، عشان انا ما بعرفش انجليزي فاعرف اقراها بالعربي. بس الترجمه دي اسمها ترجمه الكترونيه، الترجمه دي يعني مش شخص عادي اللي مترجمها، لا ده كمبيوتر اللي مترجمها، فلذلك فيها عيوب واخطاء كتير خلاص، بس قد تكون مفيده ليك انك تقرا بعض الحاجات تفهم المضمون العام، فده يساعدك. نرجع بقى لادوات اللغه. يبقى الحاجه الاولانيه ان هو بيترجم الكلمه اللي انا عارفها بالعربي بس مش عارفها بالانجليزي، ويدور عليها بالانجليزي. الحاجة التانية ان هو يترجم لي، بس ان انا عايز اترجم من انجليزي العربي، فانا اكتب مثلا كلمة كار، فانا بقول لهم ترجم من الانجليزي للعربي، اقول له ترجم، هيترجم بس كلمة كار، يعني ده كأنه قاموس. لو انا قاعد على النت ومش فاهم اي جملة، اجيب الخدمة ديت او اكتب له جملة او اكتب له كلمة اللي انا مش عارفها وهو هيترجمها لي. كار ترجمها للسيارة بس. طب لو انا عايز اكتب بقى عربي واحولها لانجليزي، يبقى هحول اللغه هنا العربي، ان انا ان ايوه انا عايز اكتب بالعربي وترجم لانجليزي، فهكتب بقى هنا العربي العربي. مثلا هكتب هنا بقى سيار، هتطلع لي الناحيه الثانيه ايه؟ كهار خلاص. طب لو انا في كلمه كمان مش عارفها بالانجليزي، مثلا كلمة كمان مش عارف بالانجليزي، مثلا العمل برضو، احولها من عربي لانجليزي باكش الفعل اكت خلاص. يبقى هو بيترجم ده كأنه قاموس بالظبط، قاموس الكتروني موجود دايما معايا على النت. كويس اوي كده، كمان خلصنا حاجة مهمة جدا اللي هي خيارات اللغة. اللي هي قصدي ادوات اللغه في جوجل. تحت هلاقي جوجل، استعمل واجهه جوجل بلغتك، يعني انا اختار واجهه جوجل بلغتي، انا طبعا هختارها باللغه العربيه اللي هي اللغه اللي انا بتكلم بيها اللي هي موجوده عليها خلاص. لو انا بتكلم اي لغه من اللغات ديت، البرتغاليه بتاعه البرازيل او البرتغاليه بتاعه البرتغال او الصينيه التقليديه ولا الصينيه المبسطه ولا العبريه ولا العربيه، طبعا انا مختار دوت العربيه وهو مظبط على العربي. لو انا عايز اغير اللغه بغير من هنا تمام. كمان جوجل عامل حاجه مهمه قوي، جوجل اكتشف ان مستخدمي الانترنت في مصر لما بيبحثوا عن حاجات بيبحثوا عن حاجات معينه، بتوع الامارات بيبحثوا عن حاجات تانية، يعني كل شعب له توجه. فقال لك طب ما انا سهل على المصريين واخلي لهم جوجل لوحدهم، وبتوع الامارات لهم جوجل لوحدهم، وبتوع امريكا لهم جوجل لوحدهم، وفي الاخر نعمل جوجل كبير بيشمل كلهم. قاعدة البيانات واحدة لكن ترتيب النتائج مختلف. يعني مثلا لو انا دورت في الامارات عن كلمة الانترنت، هتطلع لي النتائج واحد وبعدين نتيجة اتنين وبعدين نتيجة تلاتة، ده في الامارات. في مصر هيطلع واحد اتنين تلاتة، بس هيتلخبطوا بقى، المصريين بيحبوا تلاتة الاول وبعدين واحد وبعدين اتنين. دي الفكرة ان هي نفس النتائج، بس هيترتبهم، اللي في الاول هيجي في الاخر واللي في الاخر هيجي في الاول كده، فده بيسهل عليك. كويس جدا. طب انا لو في مصر وعايز ابحث زي بتوع الامارات، اقدر؟ اقدر جدا. هقوم داخل من هنا اقول له جوجل، اقول له بقى ابحث لي ايه؟ جوجل الامارات، جوجل الامارات عربيه متحده. خلاص دلوقتي انا كاني قاعد في الامارات، لكن في نفس الوقت لو حابب جوجل بتاع مصر بتاعي اهو، هضغط هنا لا ده جوجل مصر مكتوب تحته مصر، يبقى ده جوجل مصر، ده جوجل الامارات خلاص. طب لو عايز ارجع واختار جوجل امريكا،
اختار جوجل امريكا اللي انا عايزه، لو عايز ارجع اختار جوجل الصين اختار جوجل الصين، وابحث وابحث عربي عادي مفيش مشكلة، جوجل عمان جوجل، يبقى ايه نفس النتائج بس بتختلف، احيانا ما بتختلفش، يعني شعبين او ناس بتفكر في نفس الكلمة بنفس الطريقة، او الشعب ده بحث عن الكلمة دي اصلا فبيدوله نتائج اي حد تاني. جوجل عامل نظام الكتروني بيرتب الحاجات دي مش بعشوائية بس بنظام هم بس اللي عارفينه احنا ما نعرفوش، ده سر من اسرارهم كده. اظن خدنا فكرة مبسطة عن جوجل، جوجل ده موضوع كبير اصلا يتألف فيه كتب ويتعمل عنه رسائل ماجستير ودكتوراه، يعني حاجة كبيرة جدا، بس احنا خدنا فكرة مبسطة يعني ايه جوجل لحد دلوقتي، وفهمنا من خلال جوجل يعني ايه نت، لان اللي يتعلم جوجل او يعرف يتعامل مع جوجل يبقى عارف جزء كبير جدا من الانترنت، لانه فهم ازاي يبحث، والانترنت اصلا قائم على البحث. هنبص على شوية خدمات لجوجل تانية زي مثلا الصور، دلوقتي انا ببحث عن الصفحات، الصفحات دي فيها اي حاجة، طب لو انا عايز ابحث عن صور هضغط اضغط على الصور، اكتب اسم اي شخص يعني مثلا اوباما، اضغط على بحث الصور هيطلع لي صور مين، هيطلع لي صور اوباما، يبقى هنا انا ببحث عن الصور، الصفحة دي هلاقي فيها صورة لأوباما، الصورة دي قد تكون كبيرة صغيرة، ممكن احب ان انا مثلا اخد الصورة بتاعت اوباما ديت واضيفها لبحث انا بعمله او اضيفها لاي حاجة انا بعمله، خلاص؟ اي شخص او اي حد مشهور او اي حاجة مشهورة عايز اعملها صورة، برج بيزا. اضغط عليه بحث في الصور، هيطلع لي صور لبرج بيزا المائل. اي حاجة مش شرط اشخاص. تمام، بعد كده الاخبار. جوجل عامل لي خدمة الأخبار ديت، إيه هي خدمة الأخبار؟ أقول مثلا هنا تصفح أهم الأخبار، دي أهم الأخبار. إيه هي خدمة الأخبار؟ جوجل بيلف على مواقع الأخبار اللي في العالم كله، اللي مكتوبة مثلا بالعربي، أو اللي مكتوبة بالعربي ولا ترجمة بالإنجليزي، أو هو بيترجمها من قصدي من الإنجليزي للعربي. وبعدين يكتب لك هنا أكتر الحاجات اللي هو شايف إن هي مهمة، اللي هي اتكررت في أكتر من موقع، فأنت ممكن هنا إنك تقرأ الأخبار بتاعة العالم كله عن طريق جوجل. طب عايز تتاكد من خبر او عايز تقرا في صحيفه معينه، اقوم داخل عليه من هنا، مثلا هنا انا عاوز ادخل على صحيفه الشرق الاوسط، يبقى المبعوث الامريكي يلتقي، الخبر الفور المبعوث الامريكي يلتقي مع وزير مع رئيس وزراء باكستان السابق، هقول له اوبن ان نيو بيج ان نيو ويندو، خلاص اهي هتطلع لي في جريده او في جريده الشرق الاوسط، هيطلع لي الخبر بقى اقراه براحتي. طب لو مش عاجبني الخبر ده هنا عايز اخش على موقع اسلام اونلاين واقراه تاني، او اخش على موقع اسلام اونلاين واقراه تاني، على موقع الاف فقرا تاني تالت، يبقى انا ممكن اقراه. يبقى جوجل هنا كانه بيلف لي النت ويجيب لي كل الجرايد والاخبار اللي موجوده في كل المواقع، وبيقول لي اختار بقى انت الموقع اللي انت بتحبه او انت الحاجه اللي انت بتحبها، خلاص. نفس الخبر اللي هنلاقيه هنا على اسلام اونلاين بس بصياغه مختلفه، خلاص. يبقى دلوقتي انا كده صفحت المواقع الاخباريه اللي في العالم كله عن طريق جوجل من غير ما ادور على اخبار ولا حاجه، هو عامل لي الخدمه دي بحيث ان هو يسهل عليا. طبعا جوجل موقع اسمه موقع خدمي، يعني ايه؟ موقع بيقدم خدمات على الانترنت، عن طريق الخدمات ديت بيكسب فلوس لانه بيعمل اعلانات وبيعمل شغل مع مواقع تانية وبيعمل تعاقدات، فده كله بيخليه يكسب، خلاص. طب لو انا مش عايز اهم اخبار العالم العربي، عايز اهم اخبار حاجه تانية، هم داخل على اللغه التانية اللي انا عايز، او الموقع التاني ساوث افريكا مثلا او اي حاجه تاني، طبعا العالم العربي محطوط مع بعض، جنوب افريقيا امريكا، تمام. بعدين هنا الاقي العالم، العالم العربي الاقتصاد العلوم الرياضه تصنيفات، خلاص. اكثر الاخبار شيوعا، اضغط هنا اكثر الاخبار اللي موجوده في كل مواقع الانترنت، يعني الاخبار اللي موجوده اكتساح مصر الجوائز اتحاد افريقيا، ده اكثر خبر موجود في ايه في مواقع كتير جدا، خلاص كويس جدا، ممكن اقراه في اي حته، تمام. طبعا في اخبار بتبقى كاتب لك جنب الخبر هو معمول من كام ساعه، ده بيقول لك من 11 ساعه، ده بيقول لك من 9 ساعات، كويس جدا. في بعد كده خدمه المجموعات، لما بكون عامل ايميل على جوجل او مشترك في خدمه عامل اكونت على جوجل، من الممكن ان انا اعمل ما يسمى بالمجموعه، وهي ان مجموعه اشخاص يتفقوا مع بعض، او شخص يعملها ومجموعه اشخاص يشتركوا معاه، في ان انا هعمل لكم مجموعه، بمعنى ان انا هبعت لكم على الميل بتاعكم حبه اخبار، حبه مقالات، حبه افلام، حبه فيديوهات، حبه اسطوانات، ونكون جروب مع بعض زي الجروبات اللي مثلا موجوده على الفيسبوك، ان احنا يبقى لنا توجه معين مهتمين بحاجه واحده فنخدم بعض فيه بحيث نسهل التواصل. فانت هنا هتبحث بس هتبحث عن في قلب المجموعات دي، في قلب المجموعات اللي معموله على جوجل او جروبس، موقع ياهو كمان عليه جروبس، موقع
اغلب مواقع السيرش بيبقى عليها ايه جروبس، او في مواقع السيرش بتاع عليها جروبس. فدي الفكره، لو انت عايز تبحث في الجروبس ديت وتشترك في مجموعه من المجموعات هتشترك فيه. في فيديو تاني ان شاء الله هنبقى نشرح ازاي تبقى ليك اكونت على جوجل. لما بيبقى ليك حساب او اكونت عند جوجل بتشترك في اي خدمه من خدمات جوجل، اي حاجه متعلقه بجوجل هو حساب واحد بتعمله بتخش فيه باي في اي حته. طبعا جوجل بيقدم يعني مئات الخدمات ليك على الانترنت، بتقدر تعمل حاجات كتير جدا. بعد كده هنلاقي خدمه تقويم. خدمه التقويم دي زي اجنده مواعيد، شوف بس لازم عشان تعملها لازم تخش على الايه على الحساب بتاعك. يعني انا مثلا هقوم داخل الحساب بتاعي هنا، انا ليه حساب لسه ما اتعلمناش ازاي نعمل حساب، هنتعلمها في المستقبل ان شاء الله. فهكتب حسابي ليرن اون، اهو هو مكتوب اهو، اقول له ليرن اونلاين والباسورد مكتوب، اقول له تسجيل دخول. يبقى انا هخش دلوقتي على الحساب بتاعي على جوجل. طول ما انا على النت جوجل عارف ان انا عندي حساب، فجوجل بيقدم لي كل الخدمات اللي هو بيقدمها مجانا. خلاص ده بقى بكتب هنا مواعيدي، ان انا يوم الاحد يوم الخميس مثلا 12/2، احنا النهارده 12/2/2009، فانا عندي ايه مواعيدي كذا وكذا وكذا وكذا. بضغط هنا وبكتب مواعيدي عشان وانا في اي حته في العالم اقعد على النت افتكر ايه مواعيدي. فمن ممكن اسجل مواعيد 10 سنين الجايه على تقويم جوجل ده من غير ما اعمل اي حاجه خالص. تمام. بعد كده عندي جوجل بتاع المستندات، اللي هو الدوكيومنتس. جوجل بتاع الدوكيومنتس ده نفس الفكرة بتاعت الوورد والباوربوينت والاكسل بس بشكل مبسط. يعني هنا لو حبيت اخرج بس منه، طبعا ولسه محمل. ده جوجل بتاع المستندات. لو عايز اعمل مستند، يعني عايز اعمل كتاب او عايز اعمل باوربوينت لاني هدي محاضره، او عايز اعمل اكسل شيت، وانا الحاجات دي هتعلمها برضه في المستقبل. ان جوجل بيديني خدمات كتير جدا على النت بحيث ان انا ما احتاجش البرامج، او بحيث ان هو يسهل عليا ان انا ابقى في اي حته في العالم والمستندات بتاعتي والملفات والاوراق والعقود اللي انا عاملها موجوده في كل حته، اقدر اوصلها بكل سهوله. شكرا ليكم، اظن ان احنا يعني اتعلمنا حاجات كتير قوي في جوجل النهارده واستعرضناها. اسف لان الاستعراض ده كان سريع، يعني مش قادر اطول اكتر من كده، يعني انا حاسس ان انا مطول عليكم قوي. فان شاء الله الحاجات دي بعضها ان شاء الله، او المهم منها او اللي انتوا هتطلبوه منها هنشرح بتفصيل ممل ان شاء الله في المستقبل. شكرا ليكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.